جماهير النادي القنيطري تنظر وتطيل المشاهدة ثم تتساءل كيف كان الفريق وماذا أصبح الآن، لتلعن من كان سببا وراء هذا التعثر، لكنها تعود للمدرجات على أي حال تحت مقولة إذا المرء أراد يوما النجاح فلا بد أن يستجيب القدر. قدر الكاك نقطة يتيمة قد تخفف من وقع الصدمات داخل أزمته الكروية التي لم يشهدها منذ أن وضع قدمه مجددا بقسم النخبة. بالمقابل أفضلية الأرض والجمهور لم تمكن الاتحاد الزموري للخميسات من الخروج بغنيمة 3 نقاط التي كانت ستغني عن الدخول في الحسابات المعقدة مستقبلا. الخبرة الأرجنتينية الجديدة للكاك بقيادة المدرب أوسكار فيلوني كانت في مواجهة الخبرة الإيطالية لمدرب الخميسات كوكيليامو أرينا، غير أن كفة اتحاد الخميسات رجحت منذ انطلاق الشوط الأول بمستوى جيد وأداء تكتيكي تحت قيادة اللاعب هشام الفتيحي الذي بادر إلى التهديف في الدقيقة 20 برأسي لم تترك أي حد للحارس زهير العروبي. الدقيقة 21 سيعود الفتيحي بمحاولة كادت أن تسفر عن الهدف الثاني لولا تدخل العارضة. النادي القنيطري لم يظهر بمستوى جيد خلال الشوط الأول، والسبب قد يرجع بالأساس إلى الغيابات المهمة في صفوفه، فمحاولاته ظلت في مجملها خجولة. لينتفض الاتحاد الزموري للخميسات بسيل من الهجمات وبأداء جماعي عرف كيف يلعب، كيف يهدر الفرص، وكيف يخرج منتصرا في الشوط الأول بهدف نظيف. الشوط الثاني جاء أقل مستوى من سابقه، إذ غابت المحاولات حتى حدود الدقيقة 62 ومحاولة للزموريين من ضربة خطأ نفذها أحمد جحوح مرت محادية للمرمى. طموح الكاك في التعديل لم يتوقف عند حدود ولو بطرق غير مشروعة، المهم هو التسجيل. ويبدو أن القائم كان رحيما بالكاك الذي كادت شباكه أن تتلقى هدفا ثانيا عن طريق اللاعب سعيد الحموني الذي سيعود في الدقيقة 81 ويفشل في محاولته التهديفية. وفي الوقت الذي اعتقد فيه الكل أن الفريق الزموري سيخرج منتصرا في المباراة جاء الهدف القاتل الذي وقعه الكاك في الوقت بدل الضائع من إمضاء اللاعب مامادو ديانغ لتنتهي المباراة بتعادل هدف في كل شبكة. تعادل قد يبني حلم جديد للكاك أوجد ثغرة في كيان المستحيل واستغلها لصالحه، في حين ضيع على الخميسات فرصة الحصول على مركز آمن داخل سبورة الترتيب العام.